وجه كورة يس معود يسوي أشياء على الوليد. كسول تلعب ببجي على الموبايل يا ولد؟ ايه اجي؟ لا انا بس اكل واجي. حياك الخير. طبعا بدانا لكم بالبث مرة الاخ لا لا قوية من ابو الموزي ايام على الدرونة وشيل هالدرونة عاشتيدك ابو الاش يفلش ما بالمين يفلش روح ابو الاش ابو الموزي قاعد اقول لك هذا منو هاي من التيضار ابو الموزي من ابو الموزي ابو الموزي استسمحته عندك ابو الاش انت كل شيء ما تسوي ابو الموزي يفكر يدخل له ابو الموزي ايش يسوي ابو الموزي لا تفتح اصابك يا عمي وين ايه ابو طوله ابو الموزي ما تدري وين بي ابو الاش ابو الاش راح يفوز لابو الموزي ابو الاش تبدا ويا الموزي وابو الاش جيبه حلوة من بيجاد زين حلوة عشيدك حبك هنا انا اتعشى بس هذا قال لا والله تبع اثنين روح لباند الرابع اللي هو تتبدل بيه يعني اماكن عندك بيجات صار دفاع والسنايبر صار هجوم هل تتوقع انه راح يفوز السنايبر ورا ما جاب الراوند الاول بعدين بلع راوندين ما تدري يا اخي ما تدري يا اخي يمكن كل شيء يصير عادي يعني يمكن يزرب بيها بيجات ويجيب السنايبر عادي يا عندك بيجاد تفتح فتحة تقول داخل 5v5 تعبر الدرونة تدخل فحص بالفيديو ما تدري وين تيم مسكت بالفيديو رايح شاد لها تدور هذا وين درونته يقول هذا ايش حد يسوي سبوت مره لكن ابو الاي شفته بيطلع لي يقول له دوري يلا بس اترو عاشتيرك حبي ابو جدل انت يسدني فورس عن يعني باعوا وقز لي هدوم مش لابس طبعا نشوف اللعبة لا استانبس او نشوف البوش البوش من اس سنايبر و عندك في جاد راح يبوش عليه في جاد او لا بالعكس شو استانبس او يتخدمون سوا لكن اس سنايبر يقول لهم يوم ما جا معانا طبعا الريد دود من اقوى الهاي سايتات لا تشوفوا سايت قاتل اللي عنده ريد دود يستعمل النصيحة من عندي واللي ما عنده يشتري بيجاد ياخذ ليجن لك انت ايش تسوي بيجاد وحش هذا منو وين ما اتذكره من معلق بالبث مال الديواني ما شايفه فا تعلق بالبث ديواني ما اشوفه شد تكبر عمي شد تكبر نعم مبارك عبدتنا حبيبي ايرن جون صار له شهر ايش فيك ابن الزمال لا تفشى والله حطبت ها من هذا لحظه والله يمكن مات لا والله مو مات مات قاعد والله ما مات هذا طلق مات طبعا ما ادري شو كبيه عبالة ان اني اسكر لكن حبيبي هذا حشيش اسلامي خوش ابو الاش يحاول يفوت لكن ما تدري شو تسوي اوه ابو الاش تدرون يا ولد لا لا ابو الاش حمي ابو الاش حمي قال خلاص قال بيها كم باك ابو الاش تدرون وبالليجن ينشافنا ابو الاش ابو الليجن ينطلق ابو الليجن يحمل ابو الليجن يهدى مال عمي ما تسمع اهم شي اعصابه بعدين يتقدم ويكسر باركيد هاي شو تسوي يا اخي
فضح روحه ابو الاش زيد خسرتو؟ لا صح. ابو الليجن منو يا جاهل تنفخ بالمايك يعني لا طق لك بوحتي. ابو الاش ما تدري انت بابا انت سمعته بهذيك البوم ايش عندك تدمون هنا ابو تدمون تمام الثاني فوت يشوف الدرون يقول لا ما تستاهل اشيلها يعني ما يتوقع انه واضح يشوف الكاميرا لان هو كوبر وضدها من كوبر يعني لا تشوف يعني راوند بي جارد انه هو بلات يعني ترى هو كوبر جيت من اليوتيوب شنو جيت من اليوتيوب حبيبي خل ما هذا الزفر تجي من اليوتيوب ايزي بوي فيك بابا فيك بابا بس ما احترم يسوي بيت كيسي اوه حلوة من في قاد اما بيوان مال مال المار طبعا عندك في قاد مال قال لك تشيل المار يبدا يلعب المار يبدا يلعب واحد ما يعرف خاصية الزف هس لازم نحاول جيم شات عمو ده فكس بالبث اي عادي يا بشكو يا صف ما تعال انت ترى صف يعني ثمانية والله كل يوم صدمة يعني اذا تشوف ليش شفت البتر قاعد اخذ يقر بدل هيك عباله انه هذا 6 بيك ما يدري عندك قبل مونتي سلمها تراب قال اخذ مونتي اخذ خربوها اي تبع اربعة فوتكم ايزي لا كل خرف ابن تيم فليكس حيدر المالكي وبتشار انا جايب 14 كل طبعا نبدل بين شخصيات عمود نبدل بين انه ما كان عمود ليش يكون بس شلون مين هم سبعه وانتم اربعه بحاضر تقول تقول المار لا روح شوف ال روح شوف ال روح شوف الستار وما شوف ليه يقدر يطلع لك تسبون حتى الكوفا ما طلع هذا جاب كاتم ما يدري انه هو مونتي بس يركض لقطه واحده ينكشف مكانه بس يمشي مو يركض عدل تتمسك بالمونتي وينكم تخيل وينكم مونتي ياخذ لك كاتم حبيبي ايش فيك سكران حبيبي ضربت لك بطل كل قلي منو عافك ابو الموتي طبعا يقول له تعال اقتلني من هنا ويكتشف المكان لك عمي عقلك بس جاي انت جابك يعني يدبك لاش لكن يقدر يتصدى له بس شوف البطوله يا شوف هاي مو بطوله تمام والله بطوله ترى كاتب بطوله تمام يعني الله الله اه حبيبي كذاب يا له صوت يلا بليجر ابو ليجر ابو ليجر يقدر يجيبها ويحسب الماب لكن ابو ليجر يضيع الهيد وعندك ابو الموتي صاح من وقت كبيك والمزه تصدق اوه الموتي قوي الموتي قوي يحاول يتعوي ديت ست كول اوت ماي سيل خرب عندي اوه حلوه لكن عاش تيده وطبعا عندك فيجادي صاد مار تحاول بلاك اوبس وفي ما منزلها وعلي ما تنزلها ابنك يا حبي لا تغلط بس محترم حبيبي يا بعير بيك بالبشر واحد ما تغلط بطولة هو واحد وانا جماعة لا حبيبي لا يا طفر انت هذا هم تعتبر عاشت يديكم يا ولد حظ اوفر لس انا بابو في جاد قبل طمك وإلى هنا وصلنا إلى نهاية البث يعني استمتعنا صراحة بالبث وبي يلا يلا حلو بلاك اوبس غانو مكسور حبيبي ما منزل هي قوي عاش تيدك ماد على بطولة مثل وجهك